بودكاست جحا سيعود إليكم بأجمل القصص الجديدة خلال شهر رمضان المبارك. إلى حينه ننشر لكم حلقات من الأرشيف قد تكون فاتتكم. أتمنى لكم حسن الاستماع، ولا تنسوا الاشتراك أينما تستمعون لنا كي يصلكم كل جديد. أنا سأحدثكم عن قصص جحا. لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار جحا. أتعرفون جحا؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. فاستمعوا إلي أنا لأروي لكم الحديث المحبوب عن جحا والتاجر المتفاخر. في يوم من الأيام وفي سوق المدينة، اجتمع جحا والتجار لاستقبال التاجر الجديد عرفان، الذي قصد سوق المدينة ليفتح محلا لبيع التحف والأواني. فدخل السوق على ظهر حصانه الضخم الذي لم أر بحجم عضلاته من قبل، وارتدى عباءة من الحرير زاهية الألوان مكسوة باللؤلؤ والأحجار الكريمة التي تخطف الأبصار بل وتعميها من شدة التوهج. اقترب منه جحا مبتسما ومرحبا. أهلا بك يا عرفان، أشرق السوق بأنوارك. نفش عرفان ريشه كطاووس مغرور، ثم أخذ يمشي بكبرياء كديك حبش. يبدو أنني متحامل بعض الشيء على الطيور، لا بأس. ما قصدته أنه كان يمشي وكأنه لا يرى أحدا أمامه، وقد تجاهل ملاطفة جحا له، ثم وقف قبالة جحا ورفع رأسه مبتسما حتى قال أحد التجار: يا له من رداء جميل يا عرفان، هذا أبسط ما قد تجده في خزانتي. أرأيتم هذه الأحجار يا تجار؟ نعم نعم رأيناها. إنها أحجار كريمة، وهذا لؤلؤ طبيعي، أما الخيوط فمغموسة بمياه الذهب. تصايح التجار من هذا الرداء العجيب الذي لم يروا مثله من قبل، عدا جحا الذي بدا متضجرا من هذا الحديث غير الضروري، فانشغل بترتيب بضاعته من أدوات الخياطة حتى اقترب منه عرفان. هل تعلم يا جحا كم قيمة هذا الرداء؟ شعر جحا بالضيق من مباهات التاجر المتعالي، لكنه أثر اللطف. ولما تظن ذلك مهما يا عرفان؟ هل تنوي بيع ردائك؟ إن استطعت بحمارك الكسول للسرج القديم أن تشتريه فلتفعل. يا للعار، لقد شعرت فجأة بالإهانة ووددت أن أركل التاجر، لكني حافظت على توازني لأني أثق بصديقي جحا، فجحا حتما لن يفوت فرصة للنيل من التاجر المتفاخر. لكن جحا أثر الصمت، فاستهجنت سكوته ووددت لو أنه رد لي كرامتي المهدورة، فأنا لست سقيما، وهذا الحصان الذي يمتطيه التاجر عرفان ليس أفضل مني، ويرتدي فقط سرجا مذهبا، وسرجي مصنوع من الجلد. وحين عاد جحا إلى المنزل، استقبلته زوجته كريمة التي كانت قد أعدت الغداء اللذيذ، وجلسا إلى طاولة الطعام يأكلان ويتحادثان. وعلى مائدة الغداء سألت جحا: كيف كان يومك في السوق يا جحا؟ جيد، لولا قدوم تاجر جديد كثير الخيلاء قليل التواضع. ومن تراه يكون؟ وماذا فعل؟ إنه التاجر عرفان، لقد قضى اليوم في التباهي والافتخار
ثم سخر مني أمام جميع التجار. وسخر مني أيضا. يا للغيظ. وفي اليوم التالي جلس عرفان مع تجار السوق يسرد عليهم الحكاية عن بطولاته وممتلكاته ويقاطعهم بمغامراته، وبينما جحا يجلس بقرب الجرار الفخارية التي اشتراها من تاجر ولونها ليبيعها في سوق المدينة، أخذ يستمع إلى أحاديث التجار. أشعر بسعادة شديدة، فابني أصبح أهلا لتحمل المسؤولية أخيرا. تخيلوا يا تجار، لقد باع 20 صوصا لتاجر من المدينة المجاورة بالأمس دون مساعدة مني. وما العجيب في ذلك؟ لقد باع ابني أضعاف هذا العدد وهو لم يتم العاشرة من العمر. ابنتي كذلك، لقد أنهت صفوف الحساب في كتاب القرية بكفاءة. ابنتي تتحدث 3 لغات وتجيد الحساب والعزف على الربابة. وصلتني بالأمس هدية من صديق بعد سفر بعيد، آنية فضية منقوشة باليد. فضة؟ لم تدخل الفضة منزلي منذ عقود. اغتاظ جحا من كلام عرفان المختال فتصدى له حالا. وبما تأكل يا عرفان؟ بأوان مطلية بماء الذهب يا جحا. لمعت عينا جحا بفكرة، فعرفت أن في جعبته خطة ذكية لتلقين عرفان درسا في التواضع. فجمع تجار المدينة في ناحية من نواحي السوق للتشاور في أمر عرفان، فانهالوا بالشكوى. لقد زاد الأمر عما يطاق، كل ما ذكرت أمرا عابة وقال أنه يملك أفضل منه، وكأننا في سباق. إنه لا يتوقف عن التباهي بملبسه وهندامه ومأكله ومنزله. أسعفنا يا جحا، فنحن نجهل ماذا عسانا أن نفعل. إن كان أمر هذا المختال بيدي لركلته ركلة أعادته إلى السوق القديم الذي كان يعمل فيه قبل أن يأتي إلى المدينة. لكن عوضا عن هذا الحل الذكي، قرر جحا أن يقيم وليمة لتجار السوق، وعاد إلى المنزل فوجد كريمة مشغولة بسقاية الزرع في حديقة المنزل، وما أن رأته حتى لاحظت ملامح الاستبشار على وجهه. تبدو سعيدا يا جحا، فما الذي تنويه؟ وليمة كبيرة في بيتنا. وليمة في بيتنا وأنا آخر من يعلم؟ ها أنا أخبرك الآن يا زوجتي الجميلة. هل تمانعين ذلك؟ يبدو أنك تخطط لأمر ما. ضحك جحا ضحكة خفيفة، فهو يعرف أن لا أحد يقرأ أفكاره مثل كريمة، فسألته: وما عساي أطهو لضيوفك يا جحا؟ أبسط المأكولات، حساء الخضروات. وما الحكمة من ذلك يا زوجي؟ أنت لا تحب حساء الخضروات. حين تنتهي الوليمة ستعرفين خطتي الجهنمية، فهل ساعدت زوجك الحبيب يا كرمرم؟ وهكذا جحا يتودد إلى كريمة بهذا اللقب الغريب كرمرم حين يريد منها شيئا. وفي يوم الوليمة اجتمع التجار في منزل جحا، وجاء معهم عرفان، وارتفع نهيقي عند دخوله استهجانا لمجيئه وليس ترحيبا به. فكيف يعزم جحا إلى منزله هذا الرجل السفيه الذي أهان حماره الذكي النبيه؟ وما أن دخل التجار وجلسوا على الأرض، حتى طلب جحا من أدهم أن يضع لعرفان مقعدا. حفظا لمقامك عالي الشان، لن تجلس على الحصير معنا يا عرفان، بل على مقعد وحدك. جلس عرفان على مقعده مستغربا مثلي تماما، فلماذا يمنحه جحا هذه المعاملة الخاصة؟ وهكذا يكافئ من يهين حماره؟ وبعدها بدقائق دخل جحا بأواني الطعام، فوضع صحنا فخاريا
أمام كل واحد من التجار الذين يجلسون جنبا إلى جنب على الأرض، ما عدا عرفان لم يضع أمامه صحنا، فبدت علامات الإحراج على وجهه وظن أنه سقط سهوا، فانتظر أن يتنبه جحا إليه دون جدوى. وبعد دقائق قليلة عاد جحا بالحساء فأخذ يسكب من القدر الكبير لكل واحد من التجار في صحنه. ولكم يا أصدقاء أن تتأملوا معالم الغيظ وهي تعلو وجه عرفان وهو يراقب القدر يتحرك بين الضيوف على أمل أن ينتهي جحا به. لكن لحظة، لقد تخطاه جحا دون أن يسكب له شيئا، وكيف سيسكب له ولا آنية أمامه؟ بقي عرفان صامتا كاظما غيظه بينما انكب الضيوف على حساء الخضروات اللذيذ يأكلون بنهم وشهية، حتى دخل جحا ثانية بآنية زجاجية تحوي ماء ووضعها على طاولة خشبية مرتفعة قليلا أمام عرفان. في هذه اللحظة علت حمرة الغيظ وجه عرفان وتبدلت ملامحه من الدهشة إلى الغضب ونهض من مكانه قائلا: هكذا تكرم ضيوفك يا جحا؟ توجهت عيون الضيوف جميعا نحو عرفان، فتوقفت الأفواه عن مضى الطعام وصمت الجميع حتى تحدث أحد التجار: ما لك يا عرفان؟ ما لك لا تأكل؟ الطعام شهي ووفير، وهل ترون طعاما أمامي لآكل؟ أما أن طعامك يا جحا شفاف غير مرئي، ولكم أن تتخيلوا كيف أحمر وجهه وأخضر وأزرق. وفي تلك اللحظة الحرجة نهض جحا من مجلسه على الأرض ثم اقترب من عرفان الذي وقف بكبرياء في جانب المجلس. معاذ الله أن تقصد بيتي يا عرفان دون أن أكرمك وأن أقوم بواجبي، لكني منحتك ما أستطيع تقديمه لمقامك. ما الذي تعنيه يا جحا؟ ألم تقل يا عرفان إنك لا تأكل إلا في آنية مطلية بالذهب؟ بلى قلت ذلك. إذن أخبرني بالله عليك، من أين لي أن آتيك بآنية ذهبية في منزل المتواضع هذا؟ تبدلت ملامح عرفان إلى التعجب والدهشة فتابع جحا: ثم ألم تقل للتجار إنك لا تأكل إلا طعاما فاخرا يليق بمقامك؟ ولأنه لا طعام في هذا المنزل تنطبق عليه شروطك الصعبة، لم أجد حلا سوى أن أقدم لك الماء، فهو الشيء الوحيد الذي لم تعترض عليه بعد. ما هذا الحديث السخيف يا جحا؟ يبدو أنك تريد إهانتي واستصغاري وتلجأ إلى هذه الطريقة لكي أترك مجلسك. هنا شعر عرفان بالحرج والانفعال فهم بالخروج، فحاصره التجار وأغلقوا الطريق من أمامه. لن تدخل بيتي يا عرفان وتخرج دون أن تأكل معنا، ولقد خططنا لهذا لكي نكسبك صديقا لا عدوا. لقد ظننت أنني سأعجب الناس أكثر إن استعرضت ما أملك. سيحبك الآخرون أكثر يا عرفان إن حافظت على تواضعك، أما التفاخر المستمر فلا يجلب إلا القطيعة. إنك على حق يا جحا، لقد أبعدت عني الآخرين بحديثي المستمر عن نفسي وممتلكاتي. الآن اقترب يا عرفان، فالحساء ما زال ساخنا وحصتك محفوظة، والطعام لا يطيب إلا بصحبة الأحبة والأصدقاء. وهنا يا أصدقاء أفسح جحا مساحة لعرفان في المجلس الأرضي، وشمر التجار عن أكمامهم وتناولوا الطعام بأيديهم في سعادة احتفالا بالأشياء الكثيرة التي تجمعهم كرفاق مهنة وأبناء مدينة واحدة. وتعلم عرفان من موقفه مع جحا كيف أن التواضع وليس التباهي هو الذي يكسبه محبة الناس وقربهم. ثم جاءت فقرتي المفضلة عن الحلويات بالطبع، ودعوني أقول لكم أنني أكلت من التفاح وفطيرة المشمش اللذيذة
التي تحضرها كريمة.